عيد مبارك سعيد. أيوة عليك سعيد. عيد مبارك سعيد. السلام عليكم البنات، كي دايري؟ لاباس عليكم؟ كيفاش دوزتوا العيد؟ غادي تشوفوا ان شاء الله معايا كيفاش دوزت العيد في الغربه مع عائلتي الصغيره وليداتي وزوجي، كيفاش كانوا الاجواء وماذا حضرت لهم من شهيوات واطباق خاصه بالعيد. الان يلاهو معايا الى الكوزينه، الى المطبخ، باش تشوفوا معايا اش حضرت اليوم. بالنسبة للسيدات الجزائريات اللي تحسسوا من اسم السلطة المغربية، فهذا غير اسم سميوها سلطة جزائرية أو سلطة تونسية. بزاف من المغاربة تسموها السلطة المغربية، حتى إذا قلبتوا في جوجل في الموتور دو غوشاش غتديروا سلاد ماروكان تخرج لكم هاد السلطة، هذه سلطة كومبوزي، فهذا يعتبر اسم وكل واحد يسميها كما بغى يسميها. وشكرا. دابا بالنسبة لتحضير السلطة، ممكن ما قلت لكم غتكون سلطة مغربية ولكن بلمستي أنايا. هنايا جميع الاشياء اللي غادي نديرها في هذه السلطه هذه. هنايا عندي البطاطس مسلوقه، درت فيها شو شويه ديال البصله والقزبر والمكنوس. هنايا عندي الميس. هنايا عندي القليل من البربال اللي كان عندي كانت عندي متبله في الثلاجه. هنايا عندي شو شويه ديال خزو او الجزر، في شو شويه ديال القزبر والمكنوس، هنا البيض ديال السمان. هنايا لي طوماط سوغيز، طماطم صغيره جدا قطعتها الى طرفات صغيرين. هنايا المرتديلا، وهنايا الفلفله مشويه حتى هي شبيتها وحيدت لها القشره نتاعتها ودرت فيها شو شويه القزبر والمكنوس. بالنسبه لهذا اشنو هو؟ هذا هو عباره عن الارز وعباره عن الذره ديال الارز. نوري لكم الباكيه باش تاني بغيتو تشريو تعرفوا علاش ندوي. فيه جوج ديال الانواع ديال الارز، فيه الارز سومي كومبلي وفيه الارز الاسمر او الارز الاحمر. داير بحال هكا، كاين في الغيون بيو ديال الكلاك غادي تلقاو في عده اماكن، هو جد 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 صحي احسن من الارز بوحدو. هنايا عندي الاشياء اللي غادي نتبل بها، غادي نهل شي شويه ديال زيت الزيتون، غنديرها في البطاطس، نديرها في الجزر، وغادي نديرها في لي طوماط سوغيز. قرعات كملات ديال الزيت، نحل وحده اخرى. دونك غادي ندير شويه مع الفلافل، الفلفله تتبغي زيت العود. هنايا عندي الملحه على حسب الذوق، تنتبلهم وتندير فيهم ابخي لا مايونيز. يمكن لكم ديروا فيهم لا مايونيز، الا ما بغيتوش المايونيز ارتبلوهم هكا وخليهم. بالنسبه للكمون تنحطو في البطاطس وشو شويه ديال الجزر، يجي معهم الكمون خصوصا الا كان كمون بلدي. هذا الكمون هو اللي جابت لي الوالده. الا ما شفتوش المشتريات اللي جاوني من المغرب راه غادي نحط لكم الرابط ديالهم لتحت في صندوقي الوصف. هنايا عندي شو شويه ديال الفلفل الاسود، غادي ندير غير القليل وصافي. غادي نحرك هاد العناصر جيدا. هاني تبلتهم في العيد الكبير عيد الاضحى، لابد لكم من الخضر. راه كاين بزاف الناس اللي هما تيمرضوا، ما تنردوش البال هاد المساله هذه، تنبقاو اللحم 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 وما تنعطيوش اهميه للخضر. كوني شي شويه ديال اللحم ولكن بزاف ديال الخضر. غادي نبداو دابا على بركه الله. غادي نقبط واحد الكويس داير بحال هكا، غادي ندير فيه شي شويه ديال الزيت، لاخاطش غادي ندير فيه الرز واحد شويه كيكه واحد النقيطه باش ما تلصقليناش، باش ما يسقليناش الرز في الداخل. هو غادي ندير فيه كما تتشاهدوا معايا الان. سلطه فريمون سلطه مغربيه تقدم في عيد الاضحى وحتى من
من غير اي مناسبه زويونه في فصل الصيف. باقي خاصني نزيد عليها بعض التعديلات، غادي تشاهدوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي فيما بعد. كما تشاهدوا معنا ها هما السلطات موجودين. بالنسبه للارز الابيض والارز الاحمر تيجي على هذا الشكل، تيجي فريمون لذيذ جدا، متبلين يعني ما محتاجينش لا مايونيز ولا ما محتاجينش لا صوص. يمكن لكم تزيدوهم، ديروا واحد الطباسيل هنايا صغيور، دوك اللي كاينين عندي بحال مقيلات صغيورة تنحطوهم هنايا، تيكون فيهم شي شويه ديال المايونيز. يمكن لكم تاكلوهم هكا كما تشاهدوا معايا، قولوا لي كيفاش جاكم لتحت في التعليقات. دابا غادي نحطهم في الثلاجه ونخرج الخبز من الفران ونشوفوا كيفاش داير، ونوجدوا عاوتاني واحد الشهيوله طلباتها ليا ميسا في اخر لحظه. هنايا كما تشاهدوا معايا غادي نصب، غادي ندير واحد الطويجين، ولكن غادي نصب في الكوكوت باش طيب ليا اللحم دغيا، وغادي نرد كلشي في الطاجين. بالنسبه لهذا الطاجين اللي بغيت ندير، غادي ندير الطاجين ديال اللحم بالبرقوق اللي بغاتو ميسا. هنايا درت اللحم، درت البصله، درت القزبر والمعدنوس، غادي ندير زيت الزيتون، تنصب غير بالزيت الزيتون، وغادي ندير توابل. بعض التوابل جبتهم لي امي من المغرب، بحال مثلا قعقله بسيبيسه، القزبر اليابس، هادشي كلشي تنديرو في هذا الطاجين. هذا تندير شي شويه ديال الملحه على حسب الذوق، غير ملعقه من الخرقوم، غادي ندير ملعقه من سكنجبير، غادي ندير الابزار، وغادي ندير ملعقه من القزبر اليابس. حيت جبتهم ليا رديت كلشي في القريعات، راه شاهدتو معايا هادشي في تحضيرات العيد، وكل حاجه كتبت ليها الاسم نتاعها، وخصوصا الحوايج اللي ما تيكونوش باينين. القزبر اليابس تيجي زوين في جميع لي بلا ديال العيد، لي غوسيت ديال عيد الاضحى. هنايا عندي قعقله وبسيبيسه، غادي ندير فيها راس ديال الملعقه، نشحر مزيان هاد العناصر جيدا، ونزيد فيهم شكيكه ديال واحد نص سكويس ديال باش يتكون ليا لاصوص، وديك الساعه غتشاهدوا معايا المراحل المواليه. دابا على بركه الله غادي ندير كلشي دابا في الطاجين. دونك بالنسبه لهاد الطاجين هاد حبيباتي، غادي تشاهدوا معايا القبه نتاعته فيما بعد. الى عجبكم راه غادي تلقاو واحد الفيديو لتحت في صندوق الوصف مكتوبه فيه الاواني اللي صيفطت لي اختي الهام، غادي تدخلوا لهذاك الفيديو، غادي تلقوا بزاف ديال الاشياء اللي هما جميله والروابط ديالهم، ومنهم هاد الطاجين هذا، وغادي تلقاو تحتو واحد الكود برومو غادي ينقص عليكم 10%. دونك بالنسبه دابا اللحم، ها هي دابا راه طاب. هنايا درت البرقوق باش يتسلق، بالنسبه للبرقوق غادي ندير فيه شويه ديال السكر الاسمر، وغادي ندير فيه عود او جوج عويدات ديال القرفه، ها هما كما تشاهدوا معايا الان باش يعطونا التنسيمه. هنايا وغادي ندير شويه هنا، هذا غادي نشعل ليه البوطه، خاصو يتعقد، خاصو يتعسل لينا مزيان، غادي نخليه حتى يتعسل، وهذا غادي نخليه شويه يطيب في الطاجين. ها هو الخطا ديال الطاجين. دونك هذا الطاجين هذا كما قلت لكم راه غادي تلقاو جميع المعلومات عليه في الفيديو اللي خليت لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. دونك غادي نتسناو هذا يتعقد لينا ويتعسل لينا، غادي نديرو فوق الطاجين، وغادي نزينو بشي شويه ديال البيض السمان وشي شويه ديال اللوز مقرمل. دابا بالنسبه للديسير، كاين اللي يمكن غادي يدير التحليه، ولكن انايا في العيد الكبير عيد الاضحى ما كندير لا التحليه ما كندير والو، كندير الفواكه مورا اللحم. لا بالدخل خصكم تناولوا الفواكه، ها
خصوصا الفواكه الموسميه والفواكه اللي تلقاو عاده دونك تندير شي شويه ديال التفاح شي شويه ديال البنان والتحليات نحاول مثلا نخليهم لليل او نخليهم حيت ما تيكونش بزاف ديال الاشياء كاين القطبان كاين الطاجين كاين الشلايف يعني غادي ديروا لكم غير مشاكل في الهضم الا زدتوا عليكم التحليه كان تيدير التحليه تبارك الله وتيقد وما تيطرا به والو حنايا تنديروا الفواكه دونك هذا هو بالنسبه للديسير الليمونه هادي لهنايا انا بوحدي فضلت ناكل الليمون حتى هاد ما تياكلوا ليا زوجي كما كل عيد تيبقى فيه الحول ولكن غير تنحط داكشي فوق الميته هاديك تيبقى فيه الحول تطير وتياكل اي حاجه تنحط ليه انايا فوق الميده اللي زوجها بحالي يكتب ليا هادشي في التعليقات ولكن دائما تيكونوا الازواج الاجانب دائما هما تيبقاو فيهم الحول في الاول ولكن غير تحطي لهم داكشي في الميده تينساو كلشي وتنخلي طاجين كيتبغ شي شويه حتى يتعقد حتى تكون لينا عاوتاني واحد المريقه اللي هي معقده 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 غادي نبداو على بركه الله ديال المكياج هنايا درت ليه لي لونتي هادو ديال لا مارك ايغاز كنديرهم تيدمعوا لي عيني شي شويه خاص شي شويه عينيا وي بالنسبه لي لونتي او العدسات تنديروهم في المناسبات ما تنديرهمش غير تكون خارجه يعني تيكون دامين كلي ولكن حيت تيكون شي عرس شي مناسبه شي عيد بدنا نغيرو شي شويه من اللوك تاعنا ما فيها بس بدل البانسو هذا قلتوا لي تقولي الاسماء ديال لي برودوي هذا البانسو ديال سيغما البانسو ديال الحجبان وتنعمر غير البلايص اللي تيكونوا خوي ما تنطراصيش هي تنعمر البلايصات اللي هما خويين وتنمشط من بعد كما تشاهدوا معايا الان بحال هكا العيد الكبير او مكياج ديال العيد الكبير عيد الاضحى تيكون مكياج اللي هو خفيف انا شفت بزاف ديال التيتوريال ديال بزاف ديال البنات سواء عربيات سواء اجنبيات دايرين مكياج ثقيل ولكن فين هو الوقت اللي ديري مكياج ثقيل ميعاد الليل الا كاين عندك شي عرضه في الليل وعندك شويه ديال الوقت العيد الكبير تكون فيه بزاف ديال الخدمه خاص ما عندناش بزاف ديال الوقت يعني المكياج خاصو يكون سريع جدا ماشي بحال العيد الفطر تيكون عندك غير الحلاوي وداكشي ديال جات تكوني مصايبه قبل يعني يمكن لك تقضي الوقت في المكياج العيد الكبير حتى تبي تذبحي داك النهار الذبيحه الكباش ما تيكونش عندك بزاف ديال الوقت قولوا لي نتوما في العيد الكبير اش تديروا شفتوا معايا غير عمرتهم تنقبط البانسو هذا البانسو هذا وتنبقى نمشط من الفوق هكا غضيت غير البلايص اللي تيكونوا خاويين هاك الله يجعل البركه بالنسبه للحجبان ونقبض ماسكارا ونزيد نثبتهم من الفوق وداك الشيء اللي خرج ليا من الفوق حيدو هادي الناس اللي هما تيذبحوا عاده تيخرجوا يذبحوا الخارج تتكون الشمس دونك لابد من ليكرون هادي شريتها في تحضيراتي للسفر وكانت جيده جدا ديال كليرانس اكرون ملتي بروتيكسيون اللي فيها اس بي اف 50 فوالا دائما الاكرون ضروري بالنسبه ليا تنستعملها كباز لي الماكياج فوالا ماكياج سهل دابا غادي نقبط البيبي كريم بيبي كريم فيها اس بي اف 30 في فصل الصيف دائما تنصحكم ديروا شي حاجه اللي فيها اس بي اف حاولوا تجنبوا لي فون دوتان اللي ما فيهمش الاس بي اف ديروا لي كروم ديروا لي بيبي كريم ديروا لي سيسي كريم جميع هذه الاشياء او ديروا لي فون دوتان اللي فيهم الاس بي اف كاين بزاف اللي فيهم اس بي اف ولكن الماكسيموم فيهم 20 هذه فيها 30 هكا ييتت اون في لو تان ما تتقمصش الوجه تخلي واحد اللون موحد للبشره والصلاة على النبي بالنسبه للبنات اللي هما بغاو وصفه طبيعيه
للوجه. درت لكم وصفه طبيعيه فعاله جدا. غادي نخلي لكم الرابط نتاعهم عند تحت في صندوق الوصف، ولا غادي تمشيو للخارج ديال الفيديو غادي تشوفوا واحد التصويره فيها ميسا تفركوا عليها تماك. راه كاينين ثلاثه ديال الوصفات الطبيعيه زويونين، وصفه طبيعيه عاوتاني للاطفال تيكونوا ضد البهق، الناس اللي هما تيمشيو للبحر وتيكون فيهم بقع هنايا بيضين، بقع هنا كحليين، بقع لون البشره نتاعتهم ماشي موحد. هذوك الوصفات الطبيعيه للبشره راه غادي يلقوا اليوم. غادي نقبض هذا الكونتورينغ ديال لا مارك بلاك اب وغادي ندير فيه شوي شويه شوي شوي ونجيو بلاندي. بالنسبه لهاد البانسو فديال بويلف ندير شويه هنا ما نوركش المنخار نتاعي بحال هكا هنا 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 وهنا وهنا. يعني فريمون غادي يكون شي حاجه اللي هي لايت غير باش يتحيد ديال داك اللون الابيض. وغادي نقبض البانسو، هاد البانسو ديال ريل تكنيك كاين عندي دابا 4 سنوات وراه مزيان شفتو معايا. بقيت بلاندي بلاندي بحال هكا حتى يغبر ليك اللون، يولي ليك اللون اللي هو موحد. دابا غادي نقبض البودره وغادي نستعمل هذه ديال اوربان ديكي. بالنسبه لهذه اللي استعملت هي تفاصيلي الصيف ما فيهاش دوك الحبيبات المشعه، فين تنديرها تندير هنايا وتنبقى الانستامبي مزيان. ها دابا اش غادي ندير؟ غادي نقبض البلوش نستعمل هذا ديال بوبي براون طغوا من البلوش اللي استعملتهم طيلاطا فصلي الصيف. بالنسبه للعينين فما غادي ندير لهم والو، غادي ندير لهم الماسكارا ما كاينش بزاف ديال الوقت، ولكن غادي نحط غادي نغطي لهم الا فيكم مزروقيه غادي نوري لكم كيفاش. غادي ندير لهم ماسكارا نحل بها العينين نتاعي، ديجا حيت ديري العدسات في العينين نتاعك راه ديجا تيكونوا ملونين، خاصك ديري لهم غير شي حاجه اللي هي خفيفه. درا ماشي مكياج العراسات او اي مكياج خفيف لعيد الاضحى او العيد الكبير، خفيف ظريف ديريه بالزربه. ونخفض هذاك اللون الابيض الاغيزي تنحطو فوق بيان موبيل. ونخفض عاوتاني اللون ديال ترانزيسيون ونجي ونبلاندي من الفوق. الصلاة على النبي صافي خفيف ظريف، خصوصا بان الليلاب غادي يكون فيهم واحد توش لي غامقة. شوية الحجبان بالنسبه للشفايف نوري لكم واحد لوغوجيليف لاول مره انايا غادي نستعمل غادي نستعملو انا وياكم. دوك هاد لوغوجيليف توصلت به من لا مارك استيلودور، غادي نخلي لكم الرابط ديالو التحت في صندوقي الوصف. عمري ما استعملته، هادي لا نوفل كوليكسيون ديالتهم باش نوري لكم بعدا كيفاش داير الباكاجينغ نتاعو. داير بحال هكا، هو بيور كولور لوف ديال لا كوليكسيون جديدة. نحلو أو غادي نتيستيو دابا فوق الشفايف نتاعنا مباشرة معكم، ونتوما غادي تقولوا لي في التعليقات واش جاني زوون أو ما جانيش زوون بحال نتاع تغزالة. أمضر حبيبتي قولوا لي كيفاش جاكم المكياج، كي تسريحة سهلة هزيتي رشعري درت ليه كوبا درتو هنايا الفوق، هزيت هاد لوكسيسه هادي لصقتها وغطيت التلصيقه نتاعتها بهاد
فهاد اللعيبه هادي كنت شريتها ليا وشريتها لميسه في نفس الوقت، كديريها فوق الشعر نتاعك في فصل اصيل. بالنسبه للدراعيه لبست دراعيه خفيفه كانت عندي زيونه ومبرده نصكم دايره بحال هكا، ما عرفت راه يمكن راه شفتوها عندي في واحد اول من الاولاد، غادي نحاول نفيمي لكم كلها باش تشوفوا معايا كيفاش. وصافي دونك هذا لوكي، لوك اللي هو خفيف ظريف سريع جدا لعيد الاضحى، الناس اللي ما عندهمش بزاف ديال الوقت ولكن بغاو يبانوا بحله اللي هي زيونه. الطاجين ها هو تنخدموا لكم بالصحه والراحه، مزيين بالبيض ديال السمان وباللوز ومعسل، وفيه دوك الهبيرات لذادين وتيذوبوا بالفم. اما بالنسبه للسلطات فكل واحد عنده سلطه نتاعتو، سلطه اللي هي منعشه. ماما مش بابا الى بريم واجيت سي با غراف. واما بالنسبه للخبز تيجي بحال هكا، والقطبان حتى هما تيجيو بحال هكا. البنات هكذا كان روتيني يوم العيد، عيد الكبير العيد الاضحى ديال سنه 2018. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. هكذا كانت الاجواء، اجواء مع عائلتي الصغيره. ما عرضتش على حماتي وحماي حيت هما ما تياكلوش اللحم، قليل فاش ياكلوا اللحم، وما جاش عاوتاني نجيبهم غير باش ما ياكلوا لينا والو، قلت ما كاينلاش مره اخرى يكون الحوت او يكون الدجاج وديك الساعه نعرض عليهم. عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش نخليو لي لايك، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. اضغطوا هنا لرؤية فيديوهات خاصة بالعيد الاول والثاني، وشكرا.